اهلا يا شباب، معاكم احمد من شيستر جيمينج. النهارده معانا البيتا بتاعت لعبه مورتال شيلد، هنجربها مع بعض ونعرف هل هي تستاهل الضجه والكلام الكتير عليها وتستاهل ان احنا نشتري النسخه النهائيه ولا ما تستاهلش. هتقدروا تجربوا البيتا بتاعتها عن طريق ان انت تشترك في الديسكورد الرسمي للعبه. The consecrated fires revealed cinders and shadows. But beneath it all, no monsters. No gods. Only oblivion. اللعبة في البداية كده هي من تطوير استوديو كولد سميتري اللي تم انشاؤه من عدد قليل جدا من المطورين سنة 2017 ونشر شركة بلاي ستاك. اللعبة هتكون متاحة في الربع الثالث من السنة ديت. اللعبة من خلال تجربتي ليها هي لعبة من نوع الاكشن ار بي جي، وكمان هي لعبة زي لعب السولز اللي فيها الجيم بلاي والتحكم صعب جدا زي ما كلنا شوفنا في سلسلة العاب دارك سولز. محتاج ان انت تكون منظم في طريقة لعبك وازاي تتفادى الضربات والاعداء وهي بتهجم عليك. كمان اللعبة فيها كمية وحوش واعداء متنوعة جدا، والاسلحة فيها كمان هتكون متنوعة، والجيم بلاي بصراحة بتاعها والاسلوب الفايتنج والقتال فيها متنوع مش مقرر زي العاب كتيرة زي ما شوفنا قبل كده. الجرافيك كمان بعتبره انه الافضل لحد دلوقتي في كل العاب السولز اللي نزلت في السنين اللي فاتت. الموسيقى كمان جميله جدا، هتاخدك وتخليك تندمج في جو الاساطير والوحوش اللي هتقابلهم في اللعبه، وبصراحه عجبتني جدا. لحد دلوقتي القصة مش واضحة وهنستعرضها بإذن الله لما تنزل النسخة النهائية. هتبتدي اللعبة وانت عبارة عن روح، هتستحوذ على أجسام المحاربين اللي كل في منطقة في اللعبة هتلاقي جسم أو شيل هتقدر ان انت تستحوذ عليه وتتحكم بيه من خلال الروح بتاعتك. وطبعا كل شخصية ليها سكيلز أو مهارات وطريقة جيم بلاي معين. الأسلحة كمان متنوعة، وكل ما تعدي منطقة هتقدر تاخد سلاح جديد وتطور عليه. كمان حركة الأسلحة والأصوات بتاعتها متطورة جدا وواقعية جدا، تحس ان انت فعلا بتتحكم بشخصية حقيقية، سواء حركة السيوف والدروع والأكس، يعني الموضوع فعلا اتطور جدا والجيم بلاي تحسه واقعي. في النهاية بنصح كل الناس تحاول تجرب البيتا لانها هتقدم لك تجربة ممتعة جدا، وممكن تخلصها في حدود ساعتين او اقل. انا تقريبا خلصتها في حدود ساعة وربع. اللعبة صعبة جدا ومحتاجة وقت عشان تتعود على التحكم وطريقة اللعب زي ما كلنا متعودين في العاب السولز عموما. اللعبة متاحة للبري اوردر على ستيم وايبك ستور، وكمان متاحة للاكس بوكس والبلاي ستيشن 4. في النهاية اتمنى ان المراجعة والتجربة السريعة دي تكون عجبتكم، واتمنى منكم ان انتوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. مع السلامة.